أخبار اليوم. عندي يا فندم هنا اتنين ما بين كنود، ماسكه الاطباء، ماسكه التبريد، ميز جنود، ارض طابور، مخازن سلاح، مبنى محطة قوى غلايات. عندي يا فندم مخازن اخرى، مظله حمله، محرقه وغرفه نفايات، ثلاجه موتر. عندي ملعب فني ترفيه للجنود. يا فندم عندي اربع ابراج حراسه، عندي ثلاث مداخل بوابات، مدخل رئيسي، مدخل العيادات الخارجي، مدخل الطوارئ. 16 عياده بجانب اماكن كشف الجبس، شرطة قمة قصيرة رجالي وسيدات، وعمليات الطوارئ ورئيس القسم. بعد كده سيادتك نتحرك على منطقة المناظير، المناظير ليها مدخلين، إما فندم دخول المريض عندما يكون داخل المستشفى، أو المنظار عندما يكون خارج المستشفى. اللي هو المريض جاي من الخارج، جاي خارج أو البيشنت. يخش فندم هنا يخش يعمل المناظير أو يكون داخل المستشفى يخش. بعد كده فندم يتصل بجناح الإدارة وجناح المعامل والأشعة. فندم سيادتك جزء غسيل صالات الغسيل الكلوي والمخازن ومنطقة الإدارية، مدخل العاملين، المنطقة الإدارية، المطبخ، ويوجد أخرى يوجد مدخل آخر للغسيل الكلوي خارجي أيضا، ومنطقة العلاج الطبيعي. متصل بفندم إلى رعاية متصلة بالعمليات، بحيث أن تكون العملية المريض لما يكون في عملية محتاج إلى رعاية يطلع من الرعاية على طول، يطلع من غرف العمليات على رعاية. شايف الرقم المظهر